السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالبة رزانة عمودي من إدارة تعليم جدة في الصف الثاني ثانوي، عضو في رابطة موهبة. أنا حورة علاج، عضو لرابطة موهبة من تعليم مكة من الصف الثاني ثانوي. وأنا لين المتيدي، عضو في رابطة موهبة تبع إدارة تعليم الرياض. وأنا خولة ماجد المجنيني، عضو رابطة موهبة جاية من الخرج الصف الثاني ثانوي، مشاركة في برنامج سفراء موهبة واللي منحوني الفرصة إني أتعلم في كورس Chemical Connections في كلية بارنارد التابعة لجامعة كولومبيا. دخلت هذا الكورس وعرفت تاريخ الفضاء وفهمت كيف السبيس شيب نفسها تشتغل. كورس كيمياء والعلاقات اللي ممكن تربط الكيمياء في الحياة اللي احنا قاعدين نعيشها. بدأت رحلتي مع موهبة في الصف الثالث متوسط من الصف الرابع ابتدائي. شاركنا في البرامج الإطرائية والبرامج الأكاديمية، برنامج أوكسي ميديكا وبرنامج موهوب، برنامج موهبة للالتحاق للجامعات المرموقة، برامج موهبة ساعدتني في إيش أبغى في المستقبل، أيضا ساعدتني في الالتحاق في ثانوية الموهوبات اللي قابلت فيها طالبات يشاركوني هذه الطموح وهذا الشرف في التعليم. نصيحتي للطلاب اللي في سن أصغر مني، التسجيل في اختبار مقياس موهبة أو في فصول موهبة اللي في المدارس، كونوا واثقين في نفسكم، يدخلوا ويشاركوا، ما تخافوا، بس جربوا وانتوا قدها إن شاء الله تبدأ فيها. موهبة حيث تنتمي.